السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. جايب لكم النهارده التحدي، وهو التذوق. تحدي التذوق. جايبين 8 اطعمة مختلفة من الشيبسي. في ليون عشان خاطر كان ده الفراخ، ده طعم الفراخ ده ما كناش ما كانش موجود في شيبسي، فجبنا كده. معانا الاطعمة دي جبنة، دي جبنة، ده ملح، طماطم، جبنة مخضرة، فراخ، خل وملح، شطة وليمون، ميكس شيدر. تمام؟ ميكس شيدر. تمام قطعين. هيبقى في ثواب مش هيبقى في عقاب، مش احنا مش هنتعاقب النهارده. اللي هيكسب هياخد جايزة. هو لو انا كسبت هيديله 200 جنيه، ولو انا اللي خسرت هديله 200 جنيه. تمام؟ يلا نبدأ. حي النهارده. ما تنساش اللايك ان شاء الله اللي هكسب. اللايك والاشتراك في القناه لو لسه اول مره تشوف القناه، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وصلوا الفيديو ده 10,000 لايك علشان خاطر نعمل لكم فيديوهات كتير جدا جدا جدا. يلا نبتدي. تبتدي انت الاول. ماشي. تمام. ماشي. بس مش عايزين غش. لا مش غش. طعم اللي توريه للناس هو اللي اداه اقول. حاضر. من غير غش والله. حط الله بيننا وبين الحرام. بس انا عارفك خمام. 200 جنيه. حتى واحدة. ها؟ يلا يلا ابتدي. ابتدي. اول حاجة الاجابة مرة واحدة بس، مش تقولي كذا، لا لا اصدق ده كذا. ماشي، اتفقنا؟ علي وعليك. افتح ايدك. ها؟ ملح. صح فعلا، ملح. قال صح كده. معاكي ايه؟ نقطة كده. معاكي نقطة. يمكن داخل على جنب. شطه وليمون في اللذينه. اجيب لك بقى ايه، حاجه ايه ما تعرفهاش خالص. ده بقى مش هتعرفيه خالص. خبره في الشيبسي. خبره في الشيبسي؟ ماشي يا خبره. انا هنفخ بال 200 جنيه. مش عارفه صح؟ اصبر عشان طعم الشطه والليمون لسه مأثر عليك. وانا مالي، خلص؟ مش عارف طعم. ايه؟ استنى ما استطعم. يا بنتي اللذينة. يا بنتي اللذينة. شكرا. ده بقى انا متأكد ده مش هتعرفه خالص خالص خالص. سعيد. اوعي تقولي لي عرفتيه، ده اصعب واحد. لا عرفت. ايه؟ شيدر، ميكس شيدر. يا نهار اسود. هو ربنا انت بتبصي؟ والله بتبصي بتاع. والله العظيم هو. طعمه مميز. تعرفيهم ازاي؟ طب دي. استنى بقى لما افتح. شوف بقى تعرفي دي ولا لا. ها؟ جبنة. غلط. جبنة متبلة. لا ما انت قلت مرة. جبنة متبلة. لا لا، ما هو في جبنة وفي جبنة متبلة. انت دي ايه؟ انت قلتي جبنة. انت
اتصرفت كده. انا اتصرفت عشان ما كنتش. لا ماليش دعوه ماليش دعوه. بعرف اجاوب اصلا. كده انت معاكي كام؟ 1 2 3 4 صح وواحد غلط. المفروض تتحسب. ايه؟ المفروض تتحسب. لا طبعا ما تتحسبش. فاضل كام طعم؟ مش هقول لك فاضل كام طعم عشان ما تركزيش. افتحي ايدك. ايه هو؟ ملح وخل. يا لهوي فعلا قال صح. انت لازم تخسري. اكتر نوع ما بحبوش. ده سهل ده. يا لهوي اللي انت قايليه ده تعرفه. شكلك انت اللي هتدفع من يجوك. يا لهوي. انت عارف وصلت السوبر صح. 480 جنيه. مميز ومعروف بقوم فيه طماطم. اه لا سهل هو سهل فعلا طماطم فعلا. يلا فاضل ثلاث اطعمة. جربت تخلصي. جربت تخلصي. افتحي ايدك. العصابة خلاص اخر واحد ده. غلط. جبنة. كده خسر اتنين. استنى استنى وانا مش استنى. خسرت ده وده. وانت دورت لي الملح؟ الجبنة المتبلة والجبنة. وانت استنى دورت لي الملح؟ مفيش ملح اصلا هو خل وملح. الملح اه الملح اهو. شكلك غشيت. والله ابدا. اهي الناس اهو والله العظيم ما غشيت. هاتي يلا. يلا. كده انا خسرت نقطتين؟ كده خسرت نقطتين، انا لو جمعت بقى ايه؟ طب انت حطيت طعم مختلف ممكن تكون طعم مختلف اللي انت حطيتها لي. ايه دي؟ الشيبسيه اللي انت حطيتها لي. لا هي بتاعتي. خسرت الشيبسيه بتاعت الملح والخل. لا مش هي. يلا انا بلاش دور. يا رب. يا رب ونعمل 10 جنيه. ممكن تخسر قناعة وخسرت السوبر ماركت. 400 جنيه 500 يلا. شايف والله مش شايف. بالله ما تخلصي يا هاتي. هو ده ايه؟ طعم ايه؟ انا مالي وريتيه للناس؟ عشان انت بتغش. انا نهار اسود انا مش عارف. هاتي واحده كمان. شطه وليمون. غلط؟ خل وملح. مش هيك؟ والله. يا سويدي. يا فضحتك يا حمد. وريني اصحابي الاول. مش انا عارفك بتغش. مش عارف والله ما عارف. مش عارف. والله ما عارف. لا بعد ذلك شم ريحته. جبنة متبلة؟ لا غلط. امال ايه دي؟ خلاص خسرت الميكس شيت. مش عارف طعم والله خالص. كده خسرت نقطتين. لازم اكسب في الباقي. ده ملح. صح؟ غلط. ما فريخ. نعم. والله فريخ. والله العظيم بتتكلمي بجد؟ اقسم بالله. يعني انا ما كسبتش ولا نقطة؟ جميل قوي التحدي ده. ازاي؟ التحدي ده خطير. خليك تكسب. انت ازاي عرفت كله بقيت كنت بتبص؟ والله العظيم والله العظيم عارف حاجه.
انا ما مستعمل الشمس ومعطلي ده مش هتعرف ده طماطم اكيد طماطم اهو شطه وليمون نعم والله شطه وليمون والله العظيم انا في طب اقسم بالله العظيم انا ما بفهم ولا طماطم انت ضايع في الطعامه الحمد لله انا مش عارف ولا واحد كده والله دلوقتي خسران 4 نقط خلوا ملح غلط ملح ما خلوا ملح ما هي هي ملح ما هي هي قط استنى نجيب لك واحدة فيها تتبيل عشان تعرف قط فيها تتبيلة؟ جبنا متبلة؟ ها؟ عشان اقعد بقى تتبيل جبنا متبلة دي؟ عشان اقعد بقى تتبيل يعني طبعا انا اللي كسبت النقطة دي طماطم تمام كويس جمال غلط ما جبنا جبنا؟ لا الحمد لله تكتشف في حاجة ضيعت في الأطعمة خالص ازاي؟ ازاي والله؟ ده أنا خسرت خسارة فادحة يا نهار أسود أنا مش بتاع تحديات من النوع ده خالص أنا في الأكل تلاقيني 100 100 يا رب بيتزوق في الأكل بس إنما في الشيبسيات والكلام الفاضي ده بالنسبة له ما يعرفوش حسبي الله ونعم الوكيل انا ما برجعش في كلامي دي 200 جنيه اصرفيهم في عرق العافيه انت غرمتني غرمتني من السوبر ماركت وعمال اعافي ما انت اللي جبت الحاجه وشفتيها وانا الواحد اللي جبتها قعدت اوقع وانا كنت مجهزه 200 جنيه علشان لو خسرت كنت هدفعها الحمد لله فلوس حلال ولا فلوس حرام ما تنسوش تشتركوا في القناه فعلوا الجرس لو لسه اول مره تشوفونا وتضغطوا اعجاب الفيديو ده كتير مع السلامه ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده مع السلامه